مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم، إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأسبوع القادم. خلال الأسبوع القادم نتوقع طيلة فترة الأسبوع أجواء صيفية معتدلة أثناء النهار وأجواء صيفية لطيفة أثناء الليل. التفاصيل بعد الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد، يوم الأحد أجواء صيفية معتدلة في النهار، صيفية لطيفة ليلا، ودرجات الحرارة تقريبا قريبة من معدلاتها أو أقل بقليل، أقل ما بين درجة إلى درجتين. المرتفعات الشمالية 31-21 العظمى، المرتفعات الجنوبية 25-16، المرتفعات الوسطى والمنطقة الوسطى وعمان بحدود 27-20، والعقبة أجواء حارة 37-27، كذلك الأغوار أجواء حارة ما بين 37-38، والصغرى بحدود 26 درجة مئوي في الأغوار. أما المناطق الجنوبية الشرقية 29-19، وفي الرويشد والبادية الشرقية أجواء حارة نسبيا 34-21 درجة مئوية. يوم الاثنين أيضا استمرار الأجواء المعتدلة نهارا واللطيفة ليلا، المرتفعات الشمالية 32-21، المناطق الوسطى 28-19، المناطق الجنوبية 26-16، والأغوار بحدود 37-38 إلى 26 درجة مئوي، والعقبة أجواء حارة أيضا 38-27 قريبة من الأغوار والبحر الميت، من حيث أنه الأجواء حارة في الأغوار والبحر الميت. البادية الجنوبية الشرقية 30-19، والبادية الشرقية أجواء حارة نسبيا، ومنطقة الرويشد 34-22 درجة مئوية. الثلاثاء أيضا استمرار الأجواء المعتدلة في النهار واللطيفة بالليل، أجواء صيفية عادية، تقريبا درجات الحرارة حول معدلاتها أو قريبة من معدلاتها، والمناطق الشمالية 32-21 مع ظهور بعض الغيوم، المرتفعات الجنوبية 26-16، الأغوار 38-27 درجة مئوي، والمرتفعات الوسطى 28-19، والعقبة أجواء حارة 38-27، البادية الجنوبية الشرقية 30-19، وحارة في البادية الشرقية ومنطقة الرويشد 36-23 درجة مئوي. يوم الأربعاء أيضا استمرار الأجواء المعتدلة في النهار واللطيفة في الليل، المناطق الشمالية 32-21، المناطق الجنوبية 26-17، الوسطى 29-20 تقريبا حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، والأغوار طبعا والعقبة أجواء حارة، والعظمى بحدود 38 والصغرى بحدود 28 درجة مئوي، والبادية الجنوبية الشرقية 31-20، وأجواء حارة في المناطق الشرقية والرويشد والبادية الشرقية 38-25 درجة مئوي. يوم الخميس ارتفاع على درجات الحرارة، أجواء ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا في المناطق الشمالية 33-21 أعلى من المعدل بقليل، المناطق الوسطى 29-20 قريبة من المعدل، المرتفعات الجنوبية 26-18، والأغوار والعقبة أجواء حارة، والعظمى في الأغوار والبحر الميت والعقبة ما بين 38 العظمى، والصغرى بحدود 28-29 درجة مئوي، والبادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا 32-20، وأجواء حارة في المناطق الشرقية والرويشد 38-23 درجة مئوي. يوم الجمعة أجواء تقريبا ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا في المناطق الشمالية 32-22، المناطق الوسطى 29-21، والمناطق الجنوبية 26-17،
الأعواش والأجواء الأغوار والبحر الميت، وكذلك العقبة أجواء حارة العظمى بحدود 28 العظمى بحدود 38 والصغرى بحدود 28 درجة مئوي، والبادية الجنوبية الشرقية 31-21، أما البادية الشرقية والرويشد أجواء حارة 39-23 درجة مئوي. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، ولكم تحية جميلة مني ومن طقس العرب. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.